نائب كاتب العام للنقابه الديمقراطيه العدل، العضو في الفيدراليه الديمقراطيه الشغل. طبيعة الحال اليوم المناسبه من طبيعه الحال ديال تواجد المناضلين والمناضلات اعضاء المجلس الوطني، لاننا نعقد اول دوره ديال المجلس الوطني واللي هي دوره عاديه من طبيعه الحال ما بعد المؤتمر الوطني الخامس، بمعنى اليوم القياده الجديده للمؤتمر في اول اجتماعين تناقش وضعيات كتاب الطاقة وضعيات الاداره القضائيه، تناقش الملف الطلابي. يجي المجلس الوطني كذلك على هامش الدعوه ديال الوزارات العامه لجلسه الحوار يوم الاثنين، واللي بطبيعه الحال المجلس الوطني غيتداول كل هذه القضايا كامله، وغيخرج برنامج ديالو اللي يؤكد على ضروره انه تنزيل النظام الاساسي المحفز والمحصن، واللي بالنسبه لله هو مساله لا تراجع عليها. شكرا.